أيوة في كتب يا جماعة طلعناها كتبها أخونا الشيخ أبو بكر محمد أحمد عبد الحكم آداب، واسم الكتاب نصيحة للشباب، ونحن قد راجعناه. كذلك الأخ الشيخ شهاب قد علق عليه وجعل عليه حاشية مفيدة ماتعة لما يحدث في هذه الأيام، لا أقول على مستوى الدعوة عامة ولكن أقول على مستوى الواتساب، لأن الشباب الذين أتوا بهذه الفتنة هم قلة، ومع قلتهم معهم الباطل فليس معهم الحق، ومنبرهم هو الواتساب، وكفى به منبرا لهم. خلاص شغالين يكذبوا علينا، والكذب على أشخاصنا عفوناه لهم، وأما تأصيلهم للباطل لباطل ذلك الرجل المدعو أبي عمران، مين ما عرف ذلك الطبيب، والذي يقول إن مصادمة أهل البدع ليست واجبة، والبي يقول واجبة ده يجيب دليل وما حيلقى دليل، قال إلا تألف لك آية جديدة قال أو حديث جديد إن مصادمة أهل البدع باطلة. والعلماء لما قالوا لا بد أن يصادم أهل البدع ما قاصدين مصادمة الدبن يعني في الأصل، وإنما المقصود شنو يا جماعة؟ الرد عليهم ومناظرتهم، خلاص، ومجادلتهم. ودليلهم على هذا آيات من كتاب الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نوديها وين؟ نوديها وين الآية؟ وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله كذا. وحديث عائشة في البخاري ذكرناه مرات ومرات، وحديث صحيح مسلم وغيرها من النصوص وإجماعات السلف التي ذكرها الشيخ أبو بكر في كتابه هذا وفي لقاء الذي كان بمنطقة بحري، ولكن هؤلاء علموا الحق ورفضوه، لأن كلهم أقروا على إنه هذا الطبيب على باطل كله. حتى واحد هنا فوق صوروا بالفيديو قال الطبيب أبو عمران على باطل، كلامه ده باطل والرئيس أنا خليته. سألناك الآن الموقف أبو عمران، أنت وقفت على أخطاءه يعني يمشوا له ولا ما يمشوا؟ الموقف من الدكتور أبو عمران، الزول لا أخطأ في مسائل، يطلب عنده علم، أنا بقول لك أطلب العلم من العلماء الكبار، أسمع كلام العلماء الكبار. ما أطلب منه؟ ما أكيد طبعاً، حتسمع العلماء أصلح حتخليه يعني. عليك الله، عفوا والله ما بعيد الكلام ده. أنا أقول شنو أبوك؟ بس إجابة واحدة، يمشوا له ولا لا؟ لا أو نعم؟ لا، ما يمشوا له. أما مسألة الرئيس من اليوم ذاك عشان ولا متلون، كلامي واحد قلته هناك في الإسكان، قلت الرئيس ده خليته، شاهدين خطاب فارس طيفور خليته، من الزمن ذاك بعد ذاك في زول سمع مني أنا سمعت للرئيس؟ قلت شنو أحمد قلت إنه أنا سمعت للرئيس؟ أزيدك كمان، أسي بعد كلام أبو بكر ده بتاع عبد الرحمن حامد وانصار السنة وكده، زدت فيه تركة، هرايك شو زدت فيه تركة؟ لو الزول ترك الزول ترك عديل خلاه مرة واحد خلاه، والله أنا من خليت الرئيس ده الحمد لله ذاته توفقت، قريت كتب الشيخ العثيمين كتب الشيخ الفوزان كده، قريت الكتب بتاعت أهل العلم الكبار دير، من خليت في انت كلامي؟ أنا لا بتلون ولا بيجي أقول كلامي هناك. بكرة لقوا في المستشفى بتاع أبو عمران، ما أعرف أنت وجع ظهر ولا وجع اثنين، لقوا قاعد معه هناك، وده هوا ما بعدي هوا والله العظيم. والثاني داعية للأسف الشديد، سألته أنا قلت له يا شيخ فلان كلام الزول ده الآن سمعته باطل ولا ما باطل؟ طبيب أبو عمران ده ولا اسمه؟ قال لي والله كلامه ده باطل، ودق فيه مقلب فلان ابن فلان كويس، شال عدته وعفشه وترك الشباب اللي كان بيدعو معاهم وكان داعية قوي بالتوحيد، ما جاء ينضم لهم. وفي قال لما نغيب ذلك الطبيب من الدرس ده يسد له الدرس مع إقراره لينا إن الزول ده على باطل وكلامه باطل، وذاك ما تاب الطبيب، ذاك ما تاب من كلامه، أرضه مشى ليه وقعد معه ويسوق له الشباب. والله الذي لا إله غيره، إذا ده ما هوى أنا ما بعرف هوى ده، زول مغير، أنت مغير إن الزول ده على باطل،
وزولك ده طبيبك ده ابيتوك او ما تاب لحد الان، انت برضو تتابعه وتدل للناس وتعادي اخوانك اللي بتعرفهم منذ عشرات السنين 12 سنة 13 سنة وتقاتل معهم في الدعوة وتحارب التوحيد محاربة الشرك. وهو اكثر زول الداعية ده كان معانا ومشى انضم لذلك الطبيب، اكثر زول كان شديد على اهل البدع ولا ما يهم، ده كان بيجدع نعلاته في الركن لما نتكلم عن اهل البدع وبيجر القميص ذاتا احنا ما قاعد نعملها. تابع ذلك المايع المدعو ابي عمران، تابع يا اخي. نحن الان في بلد اكثر من 90% يمكن من الناس الشغالين دعوه اهل بدع او اهل حزبيه، صح ولا ما صح؟ والحزبيه بدعه برضه. انت زي تقول للناس يعني شنو مصادمه اهل بدع؟ يعني شنو؟ استخف كمان، مين اللي قال لك تصادم؟ ومنو اخذت الشرط ده؟ ودليلك شنو على مصادمه اهل البدع؟ وكون الالباني مدح بانه يصادم ده ما معناته انه مصادمه اهل البدع واجب، لانه لو قلت واجب ما حتلقى دليل الا تالف ايه جديده او حديث جديد. هذه وحدها تكفي لتضليل هذا الطبيب المجرم. لكن التفصيل كله حتلقوه في كتاب اخونا الشيخ الفاضل ابو بكر محمد احمد هداف حفظه الله تعالى ورعاه.